بعد المباراة ماذا نقول عبد العزيز؟ نقول النصر ليس النصر زوران. يعني اليوم بالكاد في الدقائق الأخيرة ينقذ نفسه من 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 كماشة متذيل الدوري. يعني تخيل الوحدة على أرض النصر بين جمهوره يكون متقدم وكاد إنه يفوز على فريق كان في البداية يعني تصدر الجولات الأولى من الدوري. فأنا أقول إن النصر الآن يمر بحالة عدم توازن تسبب فيها مغادرة زوران. الفريق يحتاج إلى وقت حتى يستعيد توازنه وتماسكه. رغم أنه آخر مباراة لزوران كان خسر النصر وبعد أن ذهب زوران كان كله فوز، هو فاز مبارتين بعد ما راح زوران. هذه أول مباراة يشرف عليها المدرب الجديد الفرنسي. فأنا أقول أنه حتى فوز النصر اليوم حتى لو كان على الوحدة وفوز بصعوبة، ولكن فوز جميل للمنافسة. يعني على الفرق المتنافسة الهلال والأهلي، ويعني تخيل أنه النصر اليوم خسر من الوحدة، أنت حاصرت المنافسة بين الهلال والأهلي وأكملوا بقية الجولات مع بعض. الآن تجدد أمل النصر حتى بالمركز الثاني، ومباراة النصر القادمة مع الأهلي حتكون. فهذه أنا أعتقد أنها يعني إنقاذ لإثارة المنافسة، لإثارة الصدارة. فيمكن حتى الهلاليين أيضا، أنا أقولها لك بصراحة وبمسح سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، سعدوا بفوز النصر اليوم لأنه حيكون مواجهة صعبة أمام الأهلي، لأن النصر أصبح عنده حافز. فالحافز هذا يخلي يعني التصادم بين الاثنين حيكون في مصلحة الهلال المتصدر. يعني مش حبهم في زيت لكن كرهم. نعم، لعل يشدوا حيلهم قدام. نعم، لعل النصر يعمل شيء أمام مطارد الهلال بفارق أربع نقاط إنه يعطلها بزيادة نقطة. واستطاع تعطيله، هو سيتقدم عليه حتى إلى الثاني. ويتقدم إلى الثاني. صحيح. استطاع تعطيله. ولكن في المحصلتين الفارق حيتسع مع الهلال مع الآخرين. فيعني هي جت حتى من صالح الهلال هذا الانتصار النصراوي مساء هذا اليوم.